امتحان إن شاء الله. الكل جايب كتابه؟ ليش؟ اسحبوه من ال اسحبوه. في بالمصلى كتب كمان، اطلبوا من صحباتكم كتب. صبايا خليكم معي، الله يرضى عليكم، ما بدي صوت ابدا. هذا بدي عشان تشوف. احنا بالوحده الثالثه الجزء الثاني. الثانية؟ طيب الثانية. طيب طيب اوكي. احنا بالوحدة الثانية بالجزء الثاني. بتحبوا اعملكم مراجعة سريعة للأول ولا لا؟ نسرين معي بهاي المادة؟ ترتك تخرجتي. ايه؟ هلا من هاي، شوفي غلط، هاي فتحتها، هاي هي الصح. دقيقة، لا مش هاي، لحظة. الوحدة الثانية الجزء الثاني، هاي المفروض هاي. ها طيب، أنا رسمتها بهاي الطريقة وإن شاء الله إنكم تشوفوها موجودة على الصفحة الرئيسية. رح أراجع القديم بشكل سريع وبعدين رح نبدأ بالنظم في وحدتها القاعدية والمؤسسية اليوم. طيب، بس خلينا تركيز عالي ونراجع القديم. إيش حكينا إحنا المرة الماضية؟ حكينا المرة الماضية، استنى بس بدي أرجع الكاميرا. شايفيني؟ نعم دكتورة، نعم. الشاشة كمان طالعة عندك. تمام. طب إيش حكينا المرة الماضية؟ المرة الماضية ثريا، أنتي ثريا بس، حكينا لا. المرة الماضية إنه التعليم كنظام، ما معنى كلمة نظام؟ قلنا إنه النظام هو مقوماته، بتكون فيها أهداف وفيها إيش قلنا، سياسات وفيها بنيات وظيفية وأحجام ومستويات. وقلنا هل نظام التعليم يتمتع باستقلاليته الخاصة، نعم أو لا؟ قلنا إنه يعني بين وبين، صح؟ شو حكينا؟ إنه هو يتمتع باستقلالية شو مالها؟ نسبية. وقلنا إنه هو نظام، ورسمنا رسمة على اللوح إنه هو نظام داخل، طلعي نظام نظام داخل هذا النظام الكبير والماكرو، داخله ميكرو، إنه بيأثر وبتأثر النظم الاقتصادية ولا السياسية ولا الاجتماعية، كلهم بيلحقوا بعض، ولكنه هو مسائل تسيير الأمور وهالقصص هاي بيقدر إنه يمشيها. حكينا كمان إنه اليونسكو كان لها دور إنها حاطة معايير عالمية لحركات التجديد العصرية اللي صارت. أنا مو بطلع. طيب حكينا إنه التعليم كنظام كمان بتأثر، قلنا بالعولمة كنظام، لأنه قلت لكم هذيك المرة إنه أنظمة بتأثرت. طيب عناصر التعليم قلنا إنه هي فيها أهداف تربوية تعززها مراسيم وتشريعات، وموجودة في مقدمات المناهج وتصديرات الكتب والفلسفات والهيئات المشتغلة فيها. حكينا إنه في عنا سلطات، تبدأ من سلطة الوزير للمدير المدرسة للمعلم، وقلنا إنه كل مؤسسة لها مرحلة وقانون خاص بها. هلا اللي بهمك كثير تعرفيه انه كيف تطور مفهوم التعليم الابتدائي او التعليم الاساسي، التعليم الالزامي. بلشنا بالتعليم الاولي، كان بس للفقراء، ويعلموهم القراءه والكتابه والحساب.
بعدين كان طبعا له سلبيات انه ما كان جيد وابنيته غير جيده وانه كانوا الاهل مش كثير واعيين وفقر شديد، وبعدين انتقل لاولويات يعني كانوا صار يودوهم على يعني يدرسوا وبنفس الوقت يشتغلوا. وفي زهرة المدرسة الأولية بال 1639 بولاية كونتاكت الأمريكية، وظهر عنا النظام بفرنسا الفترتين يشغلوا الأولاد، بإنجلترا بال 1870 كمان كان في فترتين، مصر قلدتهم بال 1920 وما كان يعني الوضع كتير منيح. بعدين صار في تعليم ابتدائي، هذا للأغنياء، كان للأغنياء التعليم الابتدائي، وكان يعني بعدين الناس ضجت على هذا الحكي يا جماعة، صاروا يقولوا لا بدنا إحنا تعليم. هذا بعد الحرب العالمية الثانية، فحاولوا يدمجوا ويعملوا مدرسة ما فيها تمييز بين غني وفقير وهيك، ولكن بعدين الأمور استاءت وبرضه ما مشي الحال. ليش؟ لأنه مثلاً رح تشوفي في بروسيا سنة 1887 أول وزارة ظهرت حاولوا يعملوا هذا التعليم، بس بعدين بال 1921 صار في المدرسة العامة، وبعدين بال 45 ظهرت المدرسة الابتدائية من عمر 6 ل 14. فرنسا مشروع ال 1792، وصار بعدين في تعليمات حقق إلا بال 1944. بريطانيا مع قانون بيتلر إذا سمعتوا عنه كمان بال 1944. بأمريكا بولاية ماساتشوستس الأمريكية ظهر هذا النظام التعليمي. بروسيا كمان كان في بعد الثورة البلشفية بال 1917، مصر بال 1953 وتوحدت المدارس. اختلفت سنوات التعليم من 6 ل 8 سنين، واليوم رح نتوسع أكثر بهذا الموضوع من كم سنة. رح تشوفوا انه مثلا باليابان من عمر الست سنوات ل 14، هذا بتكرر كمان شوي على فكرة بالجزء الثاني بالوحدة. ألمانيا والكويت 4 سنوات، هدول لو ما حفظتوهم كتير قديش كم سنة، بس لأنهم إحصائيات قديمة بصراحة. هلأ التعليم الإلزامي، صار عندنا تعليم إلزامي لأنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصر أنه يكون في تعليم بالمجان لكل شخص راغب في التعليم، كان إلزامي بخص الدولة وإلزامي بخص الأهل، وحاولوا يدمجوهم بس ما التزموا كتير لأنه كان بيودوا الأولاد على الشغل وبصير في تسرب للبنات. مثلاً بالهند ما كانوا يودوا البنات على المدرسة، أطفال بلا مأوى مثل السودان ونازحون، وتعليم منزلي مثل فنلندا. هلأ بعدين إجى التعليم الأساسي، انتبهوا بالتلخيص إيمي آخر صفحة اللي هي سلايد 11، كلمة إلزامي سميه أساسي، الأساسي سلايد 11، وأنا بحاول إن شاء الله بزبطه إذا تذكرت. دمجوا المرحلتين الابتدائية والإعدادية وأكدوا على أهمية التدريب، ولكن ضلوا شوفي في مشروع اليو ان دي بي إنه مصر عملوا مع البنك الدولي سنة 99 حاولوا يعملوا هذا الشيء، ولكن ما نجح كتير معاهم لأنه كان بده زيادة في التمويل وحدث، ولكن بلش يلاحظوا إنه في قصور في تنفيذ الخطة، وأيضا يعني كان طابعها نظري أكثر من إنها عملي. هلأ بالنسبة لموضوع النظم ومدخلاتها الطرفية، عم بيحكوا إنه في عنا النظام التعليمي هو في بيكون له خصائص موجودة، وفي عوامل تتعلق بالعوامل التي تفرزها النظم الأخرى. هلأ في نسب إنه قديش ناس عم بدخل على المدرسة وهيك، بس أنا بقول إنه نسب قديمة، بس هاي بدي كيف هاي بدي أصغرها. أنتوا لو بنزل هاي بتشوفوني؟ بتقولوا شايفينك منيح. خلين إذن أنزلها على آخر بحث. أنزلها؟ لا خليها هي. طيب هلأ نبدأ بالنظم ووحدتها القاعدية. بقول لك هون إنه رح ندرس عن المدارس في وحدتها النوعية. رح نشوف إنه يعني ما عاد التعليم مع العولمة إشي سهل، يعني صار هلأ في التعليم له أبعاد أخرى. رح نشوف إنه في صار عنا مستويين، رح ندرس عن نوعية المدارس في وضعيتها
القاعدية وفي وضعيتها المؤسسية. خلينا نمسك الكتاب عشان برضو نركز أنا وياكم ما نترك ولا شيء. اتفقنا؟ بالنسبة للصفحة الأولى هون عم بيحكوا إنه طبعاً في رح نشوف بالنسبة لنوعية المدارس رح نشوف إيش أنواعها. في عنا مدارس أول إشي عامة وخاصة. مدارس عامة وخاصة أنتم بتعرفوا بكل العالم صار في مدارس عامة وصار في مدارس خاصة. هلأ المدارس العامة هي مدارس اللي هي الحكومية صح؟ وفيها التعليم بيكون على الأغلب مجاني أو شيء بسيط بتدفعوا لهذا إشي بسيط. هلأ تخيلوا ببداية المكتوب صفحة 76 فوق عم بيقولوا إنه هذا التعليم الدول الفقيرة ما قدرت عليه. يعني مثلا مثل أفريقيا بيقولوا لك حتى حق الطباشير ما كان معاهم يجيبوا للأولاد طباشير لحتى يقدروا يكتبوا فيها. فكان في يعني فكتير من الدول الفقيرة تخلت عن التزامها بالتعليم وعن قطاع الصحة وعن قطاع غيره لأنها هاد. هلأ بالنسبة لأمريكا التعليم حاطت لكم إنه التعليم بالنسبة للمدارس الحكومية أفضل وملان أنشطة وأشياء كثيرة وملاعب وهيك أكثر من المدارس الخاصة. العكس وعم بيحكوا هون ولكن حتى يعني سمحوا مدارس تفتح زي ما بدهم ولكن ضل 75% من المنهاج لازم تكون راضية الحكومة عنه. يعني ما بصير يلعبوا بالمنهاج الرئيسي ظلت الدولة هي هذا. هلأ بمصر هون عم بيقولوا فتح كتير مدارس مثلا 12% من الإجمالي الطلاب راحوا على مدارس خاصة ويعني حوالي 4000 مدرسة. بس انتم بتعرفوا مصر عدد كبير من الطلاب ظل كتير على عاتق الدولة. هلأ على الرغم من انه حتى بامريكا بقول لك الكاثوليك فتحوا مدارس وسعت 5 ملايين طفل فبرضه تخفف من الاعباء الموجوده على الدوله. هلا انك انت تفتح مدرسه خاصه المفروض انه يعني الحكومه بتنبسط على هذا الشيء لانه بخفف من العبء اللي عليها زائد انه يعني في ناس بتحب التنويع وانه اهتمام شوي اكثر وهيك. لكن يعني في برضه من سلبياته انه هو بيعزز الطبقيه بين افراد المجتمع صح. يعني احنا هلا في دولنا الفقيره بنلاحظ انه التعليم الخاص يعني أفضل ساير ككماليات ككماليات من التعليم الحكومي مظبوط؟ صح. يعني هم كاتبين هيك بآخر سطر شكرا إنه حتى هم رفعوا شعارات المدارس الخاصة عشان يشجعوا الناس يحطوا فيها مثلا زي مسحوق الغسيل الأبيض ومش عارفة شو. فيعني كان بيعمل كأنها سلعة. مدارس مدنية ودينية وانتوا بتعرفوا قبل ما أطلع من موضوع المدارس الخاصة قديش بدفعوا الأهل مصاري كتير وطبعا كلها بتروح لجيوب المستثمرين بهذا الموضوع. واللي إذا هون في معلمات عندي بيعرفوا بالمدارس الخاصة قديش هو يعني ساير ربح استثمار كتير ناجح. مش كل المدارس. هلأ مدارس مدنية ودينية. المدنية بقولوا لكم حاطين أمثلة ببريطانيا مثلا في كان التعليم قومي وبنفس الوقت عمومي مدني وفي دخلوا الدين ولكن ما كان الدين إنه له يعني شيء فيه تصارع ولا فيه هيك يعني عادي يكون بدون ما يكون متحزب لأي تحزب عقائدي. هلأ على مدار السنين أكيد إنه في مدارس كانت زي لما شفنا بأوروبا بتتذكروا لما فتحوا المدارس وصاروا يتصارعوا الكاثوليك والبروتستانت ومين بده يفتح المدرسة. فعلى مدار السنين كان إنه يروجوا للمذاهب الدينية عن طريق المدارس حتى في يعني مدارس دينية وشيعية في بعض مناطق في الدول
كمان كان في مدارس. هلا الكاثوليك مثلا هون حاطت مثال بصفحة 79 بمصر فتحوا 179 مدرسة، 167 مدرسة، ويعني تستقبل الديانات المسلمة والمسيحية. هون عم بيحكوا انه في حركة بمصر تعليمية بدهم يرجعوا للكتاتيب، صاروا يقولوا لك يعني طلع منها طه حسين وطلع منها رفاعة تهتاوي وطلع منها مش عارفة مين فمحمد عبده، فنرجع للكتاتيب. أكيد يعني مين بيرجع للكتاتيب؟ جهد شخصي مزبوط، بس إنه أكيد إنه مش هاي يعني أفكار. في عنا مدارس كمان تقليدية وتجديدية. أنتم بتعرفوا المدارس التجديدية، هاي صفحة 80، رفعوا شعار التمييز للجميع، الإتقان في التعليم، المواهب، محطة البنزين، مش عارف إيش، طلعوا مسميات كتيرة، مكان للتسوق، مدارس الجودة بيعتبروها التوب كواليتي. هلأ الفرنسيين قالوا يعني مهما حاول تغير بالمدرسة، المدرسة هي المدرسة، يعني لو صار فيها تغييرات كثيرة لابد. هون عم بيقولوا إحنا مع إنه نغير ونجدد، ولكن يكون متأني وتجريبي. إحنا رح ناخد عن التجديد وحدة كاملة، الوحدة السادسة، فرح تعرفوا عن التجديد في التعليم بطريقة أكثر. هلأ التجديد في التعليم بيكون تجديد بكل شيء، بس ما بدنا يكون شكراً فقاعات تجديدية. يعني أحياناً إحنا ناخد من الغرب أو ناخد من ناس ناخد تجديد إشي معين، بس ممكن ما بيناسب ظروفنا، ما بيناسب ثقافتنا، صح؟ فعشان هيك ما بنعمم، المفروض نعمل تجريب متأني، اتفقنا؟ طيب ممنوع الموبايل لو سمحتوا. طيب نيجي على مدارس محلية وعالمية. مدارس محلية وعالمية. محلية بقول لك هون يعني سنة 52 مع ثورة يوليو بمصر حاولوا كل إشي أجنبي يلغوه. بليبيا وقلدوا من ماو تسي تونغ، كمان لغوا كل إشي معاداة لأي إشي أجنبي، وحتى حرقوا ليبيا، حرقوا الكتب الأجنبية، وهذا الإشي خلاهم بلا مؤاخذة يعني تخلفوا شوي عن العالم، تراجعوا. هلأ عم بيدرسوا بالروضة لغات متعددة بالصين برياض الأطفال، فبقول لك هون إنه لا صار في اتجاه لتعليم تجديدي، عفوا عالمي. وحاطين لكم مثال على مدارس عالمية عن بعد في كندا، هيها الـ CNED، المركز الوطني للتعلم، وإنه بيعمل خدمات تعليم نظامي بمنح الشهادات المعتمدة والغير نظامي. هلأ نيجي على هدول، فهمتوهم أنواع المدارس، مين بتعرف تعد لي إياهم؟ حتى أنتوا منكم صبايا إربد، مين بتعد لي أنواع المدارس؟ بس هيك تعد لي الأنواع دكتور. معاك دكتورة. معاك دكتورة. ايش يلا احكوا اشوف. مدارس، مدارس عامه ومدارس، مدارس عامه وخاصه، هاي واحدة. اثنين، مدنيه ودينيه. مدنيه ودينيه احسنتي. وتجديدية. تقليديه وتجديديه. تقليديه وتجديديه. اللي جنبها اشوف تجاوب. محليه وعالميه. محليه وعالميه. بتعرفوا تكتبوا عنهم؟ نعم دكتور. نعم. اذا عامه وخاصه، مدنيه ودينيه، تجديدية وتقليدية، وأربعة محلية وعالمية. في هون حدا من الصبايا بعيد عن غير؟ يلا مين مين من الصبايا هون بعيد؟ أشوف تفضل. يعني الكتاب مدارس مع بعض حكيها، عامة وخاصة، مدنية ودينية، محلية وعالمية، تقليدية. سهلين صح؟ وإذا إجاكم بالامتحان هيكم عارفين هاي كنوعية،
هاي كنوعية بتعرفوا تكتبوا كيف إنه أشياء زي اللي أنا حكيتها هلأ احفظوها، بترجعوا للرابط بتتذكروا كلامي بتسمعوه بالسيارة بتسمعوه وين ما بدكم. هلأ في سؤال المدارس وعلاقتها بالبيئة. هلأ ممكن سؤال الأمثلة عن مصر وفرنسا والدول ممكن نحطهم يعني بتوضيح أكثر إذا طلب منا توضيح ولا عادي ما أنا حكيت لك أنا ما تركت ولا إشي مهم تمام ما تركت لك إشي ما بالشرح ما عم بترك هلا بالتلخيص يمكن أنت تزيدي عليه أوكي دكتور طلعي مثلا إيش اسمك إحنا عنا الكتاب لينا لين شوفي رغم انه انا هيو التلخيص شوفي قد ايه زايده عليه اللي حكيته هلا فلازم تحفظي اكثر من الموجود لا احنا بننقل منك دكتوره مش من التلخيص هلا ما تعتمدي بس يعني الكتاب هو الاساس لاني مو انا اللي حاطه الاسئله ما بتعمل بس بحاول ما عم بترك ولا شيء وراح اقول لكم عن اسئله اجت هلا طيب اوكي دكتور شكرا عشان بدي كررت لكم الاسئله اتفقنا هلا اللي بدي احكيه اجى اكثر من مره علاقه المدرسه بالبيئه اجى كثير شوفوا ما اسهله علاقتها بالبيئه عندك ثلاث شغلات اول شيء معزوله عن مجتمعها اللي هي مدرسه الفور وول فور وول الجدران الاربعه لا هاي مدرسة ما إلها دخل شو عم بيصير برا الحيطان المدرسة يعني عطل الإسراء ومعراج ما دخلهم امتحاناتهم وقتها غير عن وقت أي حدا حتى لو بدك تشوفي الأستاذ ما بتشوفي سموها بالكتاب عم بيسموها زي في جامعة كان اسمها جامعة الصفوة بقولوا لك هاي حتى انتقدوها كثير بعدين صارت جامعة للحياة يعني سموها وغيروها لأنه كانت بعيدة عن المجتمع بس في عنا هون مدارس بتكون معزولة يعني ما دخلها شو عم بيصير برا لا تؤثر ولا تتأثر هاي رقم واحد تنين عنا المدرسة المخدومة بمجتمعها هاي لما اجت الفلسفة البراغماتية يا جماعة صاروا يقولوا يلا ما بنفع هالحكي ما بنفع مدرسة معزولة لازم احنا البراغماتية انه ينخرط الانسان بالمجتمع والفرد ودور الفرد بالمجتمع وانه learning by doing تعلم من أجل العمل وإنه شعارهم التعلم للحياة فصفة المدرسة إيش تعمل مخدومة بمجتمعها فصار يجيها ناس من الأهالي يعملوا فيها محاضرات يعني يخدموها للمدرسة عرفت كيف هلأ في عندك مدرسة اللي هي الخادمة للمجتمع وهاي بسموها community school هاي أقولكم كيف هاي يعني ظهرت بفترة بالأربعينات بالولايات المتحدة إنه المدرسة دائما لازم تكون تابعة للمجتمع محكومة وليست حاكمة وتابعة لهذا أقولكم مثلا إحنا في عنا استخدمنا المدارس في خدمة المجتمع صح مثلا عملنا اعراس جماعيه بالمدارس نعمل انتخابات بالمدارس فكانت المدرسه خادمه للمجتمع صح مو هلا بيعملوا اعراس جماعيه بالساحات المدرسه هاي المدرسه تكون خادمه للمجتمع اذا هاي علاقه المدرسه في المجتمع معزوله وخادمه ومخدومه سهل صبايا سهل نعم دكتوره نعم نيجي هلأ على سلايد لحظة وين راحوا هم نيجي هون وين راحوا هم طيب خليكم معي نيجي على المدارس كمؤسسات في وحدتها القاعدية هكي كنظام أصلي كوضعية مؤسسية في البداية هون عم بيحكوا إنه النظام الأمني مثلاً يعرف بالشرطة اللي عنده صح؟ البنك مثلاً بالنظام المصرفي بالوحدات البنكية صح؟ النظام الصحي بالمراكز الطبية النظام التعليمي يستدل عليه بالمدارس والبيئات التعليمية هلأ
طبعا لكل مدرسة فيها هيئات بنيوية إدارية تعليمية وتنهض بوظائف وإجراءات وتحكم بقوانين معينة، صح؟ كل مدرسة لها نموذج ثقافي خاص فيها ومحكومة بالسلطات المركزية، صح؟ اللي والإقليمية والمحلية. هلا بتشوفوا هون إنه التلميذ يجب أن يكون منتفع ويجب أن يكون عميل مشارك في العملية التعليمية، صح؟ هيك لازم يكون، مش بس يكون إنه يعني هذا الزبون يكون مش بس مستهلك، يجب أن يكون عميل مشارك. طيب هلا سن القبول، طبعا سن القبول من عمر 5 إلى 7 بتفاوت، من عمر 5 إلى 7 ممنوع بسجل قاعد، من 5 إلى 7 سن القبول، ماشي. هلا مرة إجا سؤال، طلعي تحت. هلا ماريا منتسوري أكدت على إنه هاي الفترة هي فترات حساسة وإذا ما تعلم فيها الطفل ما رح يقدر يتعلم. صفحة 84 إجاهم علل مرة، شوفي شو إجا. سبق لابن سينا في المشرق العربي أن حدد إيش إمارات النضج، فقال يبدأ تأديب الطفل متى اشتد مفاصله. هو ما حط النمو العضلي، هيك كتبوا، واستوى لسانه وتهيأ للتلقين ووعى سمعه. فانت ايش علل بدك تكتبي شو معناته، بدك تقولي انه صار عنده نمو عضلي وصار عنده نمو لغوي وصار عنده نمو عقلي ونمو حسي ادراكي. هاي اجت علل الفصل مش الماضي اللي قبله، فعشان يمكن البنات ما كانوا منتبهين عليها هاي البنات، فان شاء الله اذا اجتكم هاي المره. طب نيجي على المغرب، على فكرة أنا حاسة إنه مش شايفة ضوء صغير بس يشعل. هلا كمان بس شوي هيك خلاص بس عشان أشوف. هلا في بالمغرب ناس طلعوا قالوا أوعكم تودوا الأولاد قبل 7 سنين لأنه يمكن بلا مؤاخذة يعمل تبول على حاله وإشي وصعب يرجع من المدرسة، ففي اتجاهات إنه ما تبعتوا الأولاد قبل 7 سنين. بفرنسا وأمريكا بعمر 5 سنوات، ببريطانيا بعمر 5 سنوات. في لما إجا ذزرة إيلي قال إنه لا خلينا نبلش بكير عشان إذا في على عمر 10 حدا بده يبعث أولاده يشتغلوا، فخلاها أبكر. هلأ في بأمريكا ولايات بتبدأ من عمر 7 سنين وبتنتهي بعمر 16 سنة، هاي عدة ولايات. أطول ولاية بنسلفانيا بيبدوا من عمر 6 بخلصوا عمر 16 سنة. القبول الحر، تفضلي. بتقولي بتفاوت إشي من 7 إشي كذا. بتقولي أطول أقصر مدة من عمر 7 لعمر 16 وأطول إشي اللي هي من عمر 6 لعمر 16. هلا القبول في المدرسة هل هو كان حر أم مقيد؟ هلا بفرنسا وبسويسرا وباليابان وكل أكثر الدول بقول لك لازم كل بلد تتأيد، حتى عنا إحنا في بلادنا. هلا أنت إذا ساكنة هون بطبربور ما بصير تروحي تحطي ابنك بجبل عمان مدرسة على خاطرك، إذا حكومة أنا عم بحكي، إذا خاصة وروحي ودي وين ما بدك. أما هون بتخربطيهم للإحصائيات. هلا دائرة الإحصاءات العامة لما بتيجي بتدق الباب عليكي بكتبوا لك قديش أنت عندك أولاد، أنت بدهم يدخل مدرسة، لأنه بقول يمكن هون هلا صار لازم يفتح مدرسة، صح؟ أو نكبر المدرسة أو هيك. برافو عليكي. فضروري التقيد بشروط الإقامة في البيئة، ومو حق إنه تودي على مكان تاني. هلا في ناس بدهم يودوا يمكن يدفعوهم غرامات مالية. وشوفوا هون سنوات الدراسة بتختلف، حاطين لكم بألمانيا 4 سنين، بالكويت 4 سنين، إيطاليا ومصر هاي قبل شوي قلت لكم رح ترجع تطلع معانا هيها هلا 12 سنة مثلا. أنا حطيت إذا بدكم الأردن، إحنا عندنا التقسيم 3-7-2، صح؟ 3-7-2 إحنا على فكرة بالأردن، صح؟ تعليم عنا 3-7-2،
أول لثالث، بعدين من رابع لعاشر، بعدين آخر شيء ثانوي. آه طب الحمد لله، تمام. بقول لك الروضة رح تصير أساسية. طب هلأ ليش بقولوا لك ليش هم عادة هلأ في تقسيم للسنوات؟ بقول لك هون من عمر 6 لعمر 12 سنة، يعني ليش بيعتبروها مرحلة؟ لأنه هاي المرحلة، أنا عم بحكي صفحة 88، هاي المرحلة بيكون في تطبيع اجتماعي وهدوء انفعالي وانتظام سلوكي، عشان بعديها بده يدخل على المراهقة من عمر 12 ل 18. طيب فهي اعتبروها مرحلة كمان شوي لحالها، يعني انه هلا المدارس منفصلة. خليكم معنا انتم عم تحكوا. لا بحكي لها بشرح لها. نسأل عن شغلة دكتورة. خليكم معنا. هلا المدارس انه مختلطة ولا مش مختلطة، منفصلة ولا مش منفصلة، لاعتبارات اما دينية او تقليدية، يعني على الاغلب انه بفصلوهم. حتى بفرنسا بلد التحرر اكتشفوا انه الافضل انه نفصلهم، لانه صار في مشاكل، الاولاد يصيروا يكرهوا البنات بعمر معين، يكونوا البنات اشطر من الاولاد او العكس يصير. الاتحاد السوفيتي ظلوا مختلط، لانه بتعرفوا انتم الاتحاد السوفيتي يعني شيوعي. افغانستان ظل مختلط لاجى طالبان. الخليج طبعا ممنوع الاختلاط، حتى ممنوع الاختلاط المعلمه ما بتدرس عندهم الاولاد الصغار، ولا الاستاذ بدرس. لا دكتورة بالإمارات في معلمات بالإمارات، في معلمات في مدارس ذكور والعكس. هذا الإمارات حبيبتي غير عن أنا عم بحكي سعودية والكويت. حسيت خليج هالأيام. طيب نفس المسجلين كله بالجرم المشغول، نفس الابتداء بعدين. هلا سن القبول بعض الدول تلزم سكانها تسجيل المدرسة، وحكيت هذول اللي تحت خلصتهم. طيب هون عم بيحكوا عن تقسيمات، بريطانيا مثلا من 5 إلى 7، من 7 إلى 11. هذا كله احصائيات قديمه. هلا لو نيجي نعمل، انا على فكره جددت الكتاب بس ما بعرف ليش لهلا ما زبطوا لنا اياه. هلا نيجي على العام الدراسي. طبعا اول شيء بقول لك لازم الاولويات، حتى بفرنسا ركزي على العلوم والرياضيات، يعني أول إشي ركزي على الـ 3 R's، قراءة كتابة حساب، وبعدين بتصير تعطي علوم وتعطي أشياء تانية. هلأ بالنسبة للمدرسة الابتدائية وعامها الدراسي، معظمهم 180 يوم صح؟ الأغلب بيكون في عطلة نص السنة وعطلة صيفية. هلأ باليابان بيبدوا بشهر 4، تخيلي شهر 4 أو نهاية شهر 3، وعندهم 3 عطل. أطول هدول بدك تحفظيهم بدوائر. أطول عام، أقصر عفوا، أقصر عام دراسي بولاية الميسيسيبي، أطول عام دراسي بولاية إلوناي بأمريكا، ماشي 186 يوم. أقصر عام دراسي إمتى؟ أقصر عام دراسي إمتى؟ ميسيسيبي الأمريكا والثاني. نعم. إحنا أطول عام بالأردن. والله نيالنا. طيب هو بيروح منهم كتير للثلج أو قبل ما الثلج، خوف من الثلج صح؟ السرعة من الثلج. هلا في كمان بدك تحفظي عند الاتحاد السوفيتي، عندك اليوم الممتد بيكون من الساعة 8 للساعة 6 المساء، وبيعطوهم وجبتين في البوردنج سكول اللي هي المدرسة الداخلية، وبينيموهم كمان بعد الظهر كمان. بفنلندا أطول يوم دراسي من الساعة 8 للساعة 4 وربع، بيعطوهم وجبة وما فيها رسوب بفنلندا.
كوريا بيسهروا بتطوعوا مع الاولاد بدرسوهم بالمدرسه ما احسنهم. المدرسه الابتدائيه احجامها وتجهيزاتها. طيب هلا بقول لك لازم كل طفل يتحرك بمترين ونص، يعني ما بصير افتح مدرسه وفيش عندي انا لكل طفل احسب له مترين ونص يتحرك فيهم، هيك حقه للطفل. وبقول لك المدارس طبعا تختلف، في عندك مدرسه كبيره، في عندك مدرسه صغيره او مستاجره او مملوكه، معامل المفروض يكون فيها، مشاغل، ملاعب، تكييف، سبوره، هاي كلها تجهيزات اساسيه. هلا في مدارس اسمها الوان روم سكول، هاي بريف امريكا كان فيها. كيف هاي الوان روم سكول؟ حتى هون على فكره في عنا بمناطق نائيه، سامعيني صبايا؟ نعم دكتوره معاكي. في عنا حتى بمناطق، انا في بنات قالوا لي انه في مدارس الوان روم سكول، يعني ما في، هي مدرسه صف واحد. بعدوا اقول لكم كيف بيجوا مثلا نوعين، اثنين من صف ثاني، مدرسه هي عباره عن صف كله اصلا، انه ما في يعني ما في طلاب، ما في طلاب، بنقول مدرسه فيها بس 10 اولاد مثلا، اثنين بثالث واثنين برابع واثنين بخامس، واحد بالاول واحد بالثاني، فايش بيروحوا هذلاك هيك بزيحوا على جنب، بيجي الاستاذ تبع صف اول بدرس تبعهم اول، بعدين بيرجعوا هذلاك لورا بيجوا هذول، ما في مدرسه، شو بدهم يعملوا يعني؟ بيعلموهم عاديا. هاي في واحدة عم تقول في مدارس متنقلة، في مدرسة اسمها متنقلة بالأغوار. دكتور. بعلمهم بس أساسيات قراءة وكتابة هي مثل محل أمية، مثل الكتاتيب يعني. دكتورة، المدارس احنا بنشتغل فيهم اسمهم المدارس المخيمات العشوائية، تحت تعمل تحت إشراف منظمة اليونيسف، مؤسسة إنقاذ الطفل ومؤسسة مكان. دكتور ما أحلى. طب إيش المنهاج؟ ما في منهاج؟ هو بتشرف عليه منهاج التربية والتعليم، بس بيكون يعني أبسط عشان بيلحقوا الناس مثلا اللاجئين وين بيكونوا، بيلحقوهم وين بيروحوا. بيكونوا بيهربوا من مثلا من الشرطة، أو بيكونوا بمزارع أو إشي، فبيشتغلوا حسب المزرعة وين بيكونوا، ناس لاجئين أو مجتمع مستضيف. يعطيك العافية، بيلحق وراهم. اخر مدرسه دكتوره، الحمد لله والله ليل نهار لازم الواحد يضل يقول الحمد لله. دكتوره اخر مدرسه متنقله كان في دكتور ماشي من الطفيله لعمان، فكانوا ماخذوا اولاده كلياتهم، فكانوا ينقلوا يتنقلوا معاهم هذول، وراحوا فتحوا زي خيمه صغيره لاولاده عشان يلحقوا المنهاج الدراسي. والله قبل اسبوعين. هذا انا ما دكتور اردني، هو دكتور اردني. دكتور ليش ماشي اجى مظاهرة؟ طيب خلينا هلا بهذا الموضوع، صوتونا باسمكم مسجل. لا مش حصص تعليم هلا، استنى خلينا نمشي زي الكتاب. توزيع التلاميذ حكيت لكم عنهم، خلاص. وانه في في هي اجت سؤال صفحه 96 اللي هي المدرسه، مدرسه التجمع العنقودي بماليزيا، هاي ما يعني انه ايش، مدرسه كبيره بتكون فيها مشاغل واشياء، وبتتبع لها مدارس صغيره. مدارس الصغيره بيجوا منها طلاب بيصيروا يزوروا المدرسه ويعملوا مثلا تجربه عندهم، يشاركوا بنشاط بالملعب وهيك، بس ما كانت كثير يعني ضبطت، لانه كان في صعوبه لاختلاف اللغات والاختلاف الثقافات واختلاف يعني هيك.
فهاي انه مدرسه كبيره بتبع لها مدارس صغيره. هاي اجت اجت مره بالامتحان عشان بس تعرفوها. نيجي على استنوا شوي اشي هيك انه عن يعني بس هيك بدها شرح كتير. هلا بدي اقولكم على السر كمان انه هاي الماده اجوبتها صغيره ما فيش اجوبه كبيره، ما بتقلقي انه راح تكتبي كتير كتير. اسئله صغيره كلها يعني اجوبه قليل مش كتير. ما تقلقوا ابدا. هلا الفصول الدراسيه في عندي اسلوب العشوائي، والعشوائي اللي هو بيكون فيه عدالة في التوزيع وعدالة في المعاملة كيف ما كان، يعني هالولاد بياخدوهم يا أما بيرتبوهم حسب الحروف الأبجدية أو يعني حسب أو الأرقام وهكذا. الأسلوب الانتقائي بيحطوا المتميزين لحال، الوسط لحال، والعاديين لحال. هلأ الانتقائي البيئي هذا حسب الأصول الثقافية والاجتماعية بنقوهم وبحطوهم. طيب كذلك التلاميذ بقول لك مثلا بمصر 50 بلبنان مش عارفه قديش، مش كتير هدول احصائيات قديمه. طيب انسي ما بيجي. طيب نيجي على تلاميذ الفصل. في عندنا الاساليب المقاعد الثابته، في منها انواع اساليب شرحيه اوكي واساليب استعراضيه وسؤاليه. السؤالية اللي هي بتكون حوارية لمناقشة وحوار، هاي إذا كانت المقاعد ثابتة، وإذا كانت بتكون إيش للمناقشة والcritical thinking وهيك عشان يعني يتحاوروا. في الجروبس اللي هو المجموعات بيقسموهم لمجموعات، بيقدروا الأولاد يتحركوا، بيسموا المجموعة مثلاً مجموعة الطيور، مجموعة مش عارفة إيش، بتعرفوا منها كتير. في فريق التدريس هذا تقريبا بيكون عندك من 150 ل200 طفل، وفي حوالي يا 3 مدرسين أو 8 أو 10 بتقسموا عليهم. في واحد اسمه معلم، واحد اسمه بسموه رئيس، واحد بسموه مساعد مورد، وبيكون يعني ممكن يخلوا واحد من الطلاب كمان يساعدهم بهذا الاشي. بيقسموا مثلا بيقسموهم 160 واحد على كل 4 مثلا على 4 صفوف 40 بكل صف. بس هذا التدريس يعني ما له مش مفهوم لا ايجابياته ولا سلبياته، هيك كاتبين بالكتاب، و يعني مش واضحه اموره كثير. كانت في عندك نظام اللامتدرج انه هو يعني نون جريدد، خلص بيمشي على هوا شطارته، الولد بصير يترفع ماشي ترفق السريع، بصير حسب يعني لحاله يمشي. اما في عندك النظام المتعدد المستويات، مثلا انه طفل بيكون برياضيات صف ثالث لكنه بالعربي صف اول، عرفتوا كيف؟ يعني انه هو ملتي جريدد يعني بكل مستوى صف. في هون حاكي لكم كمان نظام الترقي السريع، في نصف مجموعات، وفي عندك كمان الدراسه الذاتيه وحسب جهد الشخص. هيك زي ما انا عم بقول. هلا في عندك هون افتحي بعديها على الامتحانات. الامتحانات طبعا هون فوق نسيت اقول لكم انه تكلفه التلميذ بمصر بس يا حرام 169 دولار بكلف الحكومه، بالمقابل مثلا امريكا بكلف 10,000 دولار، السويد 18,000. تخيلي معناته الدوله شو عم بتقدم. في هون عم بحكوا لكم عن الامتحانات، بطلت الامتحانات انها هي يعني تقولي صارت هيك، صار اكثر بورتفوليو وتقويم تكويني واختبارات اسبوعيه وشهريه وفصليه. الجداول
هاي نسيت انا حكيت لكم عن الحصص تحت. لا ما هاي مرقنا عنها انه الحصص بيكون في 28 حصه بالاسبوع ل 63 45 ل 50 دقيقه من 6 ل 8 حصص. بيركزوا بفرنسا انه يعطوا الصبح المواد اللي فيها علوم ورياضيات ويخلوا الفنون والاشياء لبعد الظهر. عرفتوا كيف؟ بملوا بنعسوا. في هلا شيء انا مش كتبته بالتلخيص، المره الجاي رح اكمله، اللي هو عن المناخ واداره الصف، كيف كمناخ لصوره الطالب وصوره المعلم، ورح نحكي عن توجهات مستقبليه عن التعليم شو هو، ورح نحكي المره الجاي نص الوحده الثالثه عن الفلسفات، هي فلسفه التعليم الابتدائي، ورح نحكي شوي عن وظائفه ان شاء الله. نشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك.